حياكم الله مشاهدينا الكرام يعني آفة المخدرات البعض يعني عندنا في الكويت يقولون ما عندنا هذه الآفة وهي مشكلة صغيرة ما نعاني منها اليوم ضيوفنا الكرام راح يوضحون هذا الموضوع راح نعرف أكثر إذا كانت مشكلة حقيقية لازم نواجهها بجدية وأيضا يكون لنا دور في المشاركة في هذه الحملة ضيوفنا الكرام الدكتور أحمد السمدان أمين عام اللجنة الوطنية للوقاية من المخدرات رئيس لجنة الإشراف على مشروع غراس ساك الله بالخير دكتور أحمد ساعة الله ونورتنا مارك فيك خليك الساعة المباركة حياك الله وايضا الدكتور احمد الشطي مستشار صحه عامه المدير التنفيذي لمشروع غراس ساك الله بالخير دكتور احمد اهلا وسهلا لك والاخوه والاخوات المشاهدين حياك الله دكتور احمد يعني في البدايه وانا قلت ان البعض يشوف انها هي ما هي مشكله ويمكن الكويت ما تعاني منها بشكل كبير خلينا نوضح للناس هل احنا نعاني من هذه الافه موجوده عندنا بشكل كبير بالكويت بسم الله الرحمن الرحيم طبعا من يقول هذا هكذا كلام انه ليس هناك مشكله هذا غير مطلع او غير نعم. موجود في المكان والزمان اللي احنا موجودين فيه. نعم في مشكله لا شك في مشكله ونعاني منها ونعاني منها لا شك والدليل على ذلك انه بين فتره واخرى نسمع بان احد الاشخاص قد توفي بجرعه زائده. قد توفي بجرعه زائده هذا معناها انه اكو مئة شخص اخر يتعاطى لكن بعد ما ما وصل الى الجرعه الزائده حتى يتوفى ان شاء الله ما يوصلون لهذه ان شاء الله ما يوصلون لذلك اعتقد يعني انه العمل سواء المجتمع بالهيئات الحكوميه وحتى بالنسبه للهيئات الاليه قاعده تعمل الان في سبيل ان احنا ما نوصل الى العرب. نعم احنا قاعد نقول ان شاء الله ما يوصلون مو ان الشخص يكمل لا يوقف ويبدا يعالج نفسه وهذا الاهم عندنا سواء طبعا دور الاسره هنا كبير في الابلاغ عن هذا الشخص ما نتستر عليه ما نحاول انه نبعده عن الاسره وراح نعرف اكثر عن هذا الموضوع يعني دكتور احمد بدنا نعرف الفعاليات اللي راح تكون موجوده في يوم 26 اليوم العالمي لمكافحه ودي بس اذكر ان اليوم العالمي هو مو حدث خاص بالكويت نعم يعني تحتفل هو في او تركز عليه اكثر من 180 دوله عضو في منظمه الامم المتحده لمكافحه الجريمه نعم والمخدرات في 1978 قرروا ان يكون 26 يونيو هذا العام نعم. في هذا اليوم العالمي اعلنوا عقد كامل من 99 ل 2001 على اساس عشر سنوات يركزون فيها على القضايا ونجحوا في تخفيض بعض الزراعات في الحد من التجاره لكن للاسف في هذه اللحظه حسب تقرير منظمه نفس المنظمه ل 2010 هناك 200 مليون متعاطي نعم. في القضية كونيه وان كنا احنا ما نعيش بمعزل عن العالم فعالياتنا تاتي يعني صدى لكثير من الفعاليات في كثير من الاماكن من العالم احنا عاده نحاول منها نستقطب الجمهور أن نقول هناك تعاون وثيق مع المركز العلمي بالسالميه والافتتاح راح يكون غير تقليدي هذا العام من خلال افتتاح في الأكواريوم بين الاسماك والقروش راح يتم الاعلان افتتاح اليوم راح يكون هناك فعاليات مع وزاره الداخليه مع وزاره الدفاع نعم. مع المطافي مع كثير من الفعاليات اللي هي خاصه مثل بالجيت سكينج لذلك راح تكون فرصه عائليه لكثير من المهتمين انه يشرفونا بحضورهم هناك تذاكر مخفضه حقيقه لزياره المركز العلمي ورح يكون فيها مسابقات تهدف الى نشر المعلومه استقطاب الناس ويصير عندنا ثقافه في التعامل بجراه مع ربما في لحظه الناس تعتبرها وصمه حديث عن هذا الموضوع وبالعكس يعني هي ممكن تطلع على كثير من القضايا اللي يكون لصالح الاسره لصالح الفرد لصالح المجتمع في اكثر من بعد من ابعاد الوضع اللي راح يكون ان شاء الله. نعم، دكتور احمد شنو شعاركم هالسنه؟ والشريحه المستهدفه اكيد حاطين ببالكم ومن ضمن قراءات ايضا موجوده عارفين هناك شريحه لابد ان نركز عليها. آه لا شك في ذلك حقيقه شعارنا هالسنه اسرتك امان لا تفقدها مع الله، جميل هذا الشعار. شعار يعني حاولنا فيه ان نجمع آه شعار الامم المتحده اللي دائما ثينك دراجز يعني ترجمه فكل سنه قاعدين نحطها في اطار السنه هذه ركزنا على موضوع الاسره ان الاسره هي امان نعم. لا شكل الفرد جميع اعضاء الاسره يشعرون بالامان لما يتكاتفون مع بعضهم فلا تفقدها بالادمان الادمان راح يشتت هذه الاسره نعم هذا الهدف نعم. الاساسي طبعا احنا من من ايضا الشعار احنا نستهدف من قاعد يتعاطى، من يقوم بممارسه النشاط من خلال المخدرات للاسف فاحنا قاعدين نخاطبه ونقول له دير بالك يعني لا تشتت اسرتك. لا شك ان المجتمع كله مستهدف صحيح في الرسائل التوعويه وفي كذا الاب والام والابن والاخ الاخ والاخت والى اخره نعم. الجميع مستهدف لا شك في ذلك في هذا اليوم هو اعاده تذكير ليس هو العمل كله يتجمع هذا اليوم لا احنا عندنا عملنا طوال السنه لكن هذا اليوم هو تتويج العمل السنه كامله نعم ودي انا بستضيفني اذا تسمح لي طبعا احنا نفخر حقيقه في الكويت ان اهتمامنا بالاسره كان قديم يعني الآن المنظمة بدأت تركز على قيمة الأسرة وأهميتها وتتكلم على أنه الشباب عرضة للتعاطي ثلثين أو مرتين أكثر من غيرهم إحنا في مثلا في غراس قبل أول ما بدأنا المشروع ركزنا على منظومة القيم وسوينا استبيان بين الآباء الأمهات والأبناء وكانت من العلاقات الأسرية تأتي في المقام الأول وسلسلة حملاتنا اليوم أصبحت حقيقة مشاع وثقافة بحد ذاتها منتشرة في كل العالم العربي نعم. لما نتكلم عن الأب المشغول وحملة يمكن أنت تذكرها إذا ما كنت صغير ذيك الحزة نعم. بس عشر سنوات اللي هي يبقى أمانة خليك ويانا خليك ويانا وبالنسبة للأم يما بصراحة وجود اشراحة بالنسبة للقرناء السوء الصاحب ساحب بالنسبة للفراق كانت الهواية حماية بالنسبة للعنف الأسري أنا أمانة ماني مهانة بالنسبة للأطفال وكثير من العناوين اللي اصبحت موجوده بل التوجه الايجابي اللي يركز على الاسره ويعتز بمنظومه القيم اللي عندنا ان هذه سور قيمي وقائي يعمل بايجابيه لحمايه الافراد من الوقوع في مصيده المخدرات تبناها كثير من خلينا نقول المنظمات المهتمه على مستوى العالم في هذا الموضوع فلفت انتباههم اليوم لو تفتح اي موقع في الانترنت راح تجد كثير من هذه الشعارات وهذه الكليبات اللي ربما يعرض في البرنامج شوي منها حتى الاخصائيين اللي الاجتماعيين انا قبل يومين اشوف واحد في التلفزيون اخذ كل الفيديو كليبات وهذا يسعدنا لان احنا بطبيعتنا قفر يعني احنا يسعدنا انه رساله تصل بدون حدود بدون سقف الى الجميع لعله ننجح في وقايه اسره او مساعده يعني متعاطي او نحل مشكله في هذا منتهى الجدوى الاقتصاديه وشعورنا بتحقيق الذات فالاسره حجر زاويه في اي مجتمع هي مفتاح للتنميه بغيت الاب بغيت الام وبالمناسبه ترى اليوم اليوم العالمي للاب عاده يحتفلون بالاسره ويحتفلون نعم. بالام وينسون الاب في اليوم فرصتكم دايما أي يعني <applause> <applause> دكتور احمد ايضا شيء مهم وذكرنا ان الاسره لما يكتشفون ان عندهم شخص متعاطي كان المشكله الان شلون نتخلص من هذا المتعاطي او شلون نتخلص من هذه الافه وما يعرفون الطريقه الصحيحه البعض يخاف يتصل يعني هل في رقم خاص يتصلون عليه واذا اتصلوا يعني كان عندهم هذه المشكله وكان في وعي الان من الاسره شنو الاجراءات اللي راح تصير في هذا الاتصال هل راح ياخذ هذا الولد يسجن او البنت مثلا شنو راح يصير بالضبط طبعا انا ودي اطمن من خلال البرنامج اليوم ودائما انا اردد اطمن الاسره واطمن حتى الشخص نفسه اللي يود ان يتخلص من هذه المشكله ان الامر ما هو بال يعني التخلص من المشكله ليس ب... بذاته ليس بتلك الصعوبه فهناك وسائل عديده لعلنا احنا انشانا الان الخط ما يسمى بالخط الساخن الخط الساخن يستطيع كل من يعاني من هذه المشكله سواء هو او عن طريق احد اقاربه الاتصال بهذا الخط لمعرفه شنو الخطوات اللي ممكن اتباعها لي موضوع علاج نعم. هذا الشخص المتعاطي او المدمن و ومض... يعني المساله فيها ضمانه ليست لها علاقه في اي موضوع قضائي او امني نعم يعني موضوع علاج يتعالج ويرجع آه. لاسرته ويرجع لاسرته راح نتكلم بعد ما يتعالج راح يصير ودور الحكومه ايضا لابد يكون لها دور هذه الجهات لا شيء. في في حمايه هذا الشخص للمستقبل ولكن ذكرت قبل شويه دكتور احمد الحملات اللي كانت موجوده نبي يعني نعرف الان مدى الاستفاده من هذه الحملات هل شفتوا استفاده من ناحيه الاسره من ناحيه هذا الشخص المدمن صدى هذه الحملات ردود الفعل شوف هو احيانا يصير عندنا خلط في الامور، كانه هذه الحملات راح تحل مشكله التهريب، مشكله التعاطي وكذا نعم. وكذا. هذه الحملات جهد مشكور محدد بالنسبه للزخم اللي قاعد يصير. صحيح آه، تجاره المخدرات متضاعفه من بدينا الى الان يمكن ما ابي اقول 10% يمكن 200%. المئة نعم. الضبطيات اللي كانوا يضبطونها كانت مثلا كيلو هروين بالسنه، الحين يضبطون 40 و50 و60 كيلو فانت لك حجم كبير من من زياده التجاره. فضلا عن ذلك احنا عندنا ما يسمى قمه الجليد مقابل كل ضبطيه الدكتور تكلم عن يعني الاقل من 10 الى 20 ضبطيه اخرى في ازدياد اذا المتعاطين إيه ليش؟ لان احنا نتكلم عن ظروف حوالينا مؤثره. عندنا عدم استقرار في طريق الحرير افغانستان باكستان ايران العراق هذا ينعش التجاره غياب بعض الانظمه وظهور بعض الانظمه واستخدام هذه الدوره الماليه في في السلاح في السياسه في كذا انعشها وجود الفائض النفطي عندنا الوفره الماليه نعم. هذه كلها من العوامل اللي ساعدت على هذا ما يلغي انه احنا نشيد بجهود زملائنا واخواننا وابنائنا من رجال الداخليه في القبض على مثل هذه الاشياء لتقليل العرض احنا مهتمين بتقليل الطلب الطلب ترفع مستوى الناس بحيث انه يصير معتمع. وعي هذا الوعي يصير معتقد ثم الى سلوك صحي ايجابي بحيث الناس تستنكف وتبتعد وتحذر بعضها بعض بالموضوع هذا. الان كيف نقيس هذه الاشياء؟ احنا على مستوى الحملات هناك ما يسمى برصد او دراسات قبليه وبعديه. لا. هذه على مستوى الحملات تثبت ان هناك وعي تفهم استجابه في الذاكره القريبه. عشان تصير الذاكرة البعيدة لازم يكون على الأقل عندك ثلاث حملات بالسنة لمدة خمس سنوات حسب ما تقول الدراسات متتالية عشان يصير الوعي إحنا نعتقد أنه نجحنا من خلال الحملات أنه نجعل من قضية المخدرات قضية رأي عام نجحنا انه نزيل الوصمة اللي كانت مرتبطة بالعلاج وتسليم أي فرد من أفراد الأسرة للعلاج عندنا مفاهيم لاحظنا رصدنا انه أصبح في قناعة الفرد أنه مثلا الأب انشغال الأب وانشغال الأم صحيح. والصحبة مثلا السيئة وقران السوء وغياب الرقابة وقلة الوازع الديني وهذه كلها ممكن تؤثر فبالتالي دفعها تؤدي إلى هذا الشيء هي ليست مهمة شخص أو هيئة بذاتها هي مسؤولية مشتركة <applause> نتكامل فيها مع كل الجهود. احنا اللجنه الوطنيه يشترك فينا عده جهات معانا في, في التصدي لهذا الشيء لا. لكن هناك مساحه للعمل للتربويين للاعلاميين للاطباء للاجتماعيين مثلكم يعني تقومون بدور يعني متميز في هذا الموضوع بس من الخطا الاعتقاد انه احنا نقوم ب خلينا نقول بنشاط معزول فتره من الفترات وننسى الموضوع، هذا يحتاج استمراريه وهذا نعم. هو التحدي ان نستمر اكثر واكثر لغايه ما نؤكد هذا الموضوع بما يواكب الزخم اللي قاعد يصير وسياسه الاغراق التي تتعرض لها الكويت ومنطقه الخليج كلها. نعم، بذكر الاستمراريه راح اخذ اجابتك دكتور احمد على موضوع انه لابد يكون هناك متابعه للشخص ما بعد علاجه وخصوصا في دور كبير للحكومه لكن استاذنكم وأستاذ المشاهدين فاصل وراجع لكم في مسااي خليكم معنا. حياكم الله مشاهدينا معاكم في موضوع اليوم العالمي لمكافحه المخدرات دكتور احمد يمكن قبل فاصل سالتك بخصوص الحكومه ايضا ودورها في متابعه هذا الشخص بعد العلاج حقيقه طبعا دور كبير و وحقيقه ما كانوا منتبهين له في السابق لكن بعد جهود الان الحمد لله يعني انشئ في مركز علاج الادمان مركز بيت التمويل الكويتي لعلاج الادمان انشئ مكان او وحده سميت بيت الرعايه اللاحقه. نعم. حقيقه هذه لابد ان تعمم على جميع مناطق الكويت لاستقطاب المتعافين وتوجيههم الى الطريق الصحيح باعطائهم جعلها مثل النادي وتجمع ليتآزر هؤلاء الشباب بعضهم مع بعض لاستكمال العلاج واستكمال الصمود ضد هذه الافه لان من المشهور والمعروف انه اذا لم يحصل اي توجيه بالنسبه للمتعاطي المتعافي ما بعد ما بعد نعم. ذلك انه سريع العطب سريع العطب 90% من الحالات يتم عندها انتكاسه نعم. اذا لم نقم بوضع مثل هذه المراكز التي تقوم بمتابعة هذا المتعافي على طول حياته لا بد من متابعته أنه يكون مثل النادي يتجمعون وأيضا يكون هناك نوع من الرعاية النفسية نعم. والاجتماعية نعم. وحتى الصحية وكل أنواع الرعاية نعم. بحيث أن نحن دائما نصد من أن يدخل في مرحلة الانتكاسة هل هذا هذه نجحت التجربة النور؟ يعني هل هل النور هذا المشروع هل قدم ايضا الآن, نعم. الان نعم الان ابتدت مركز علاج الادمان نعم ابتدوا بوحده صغيره نعتقد انها لا تكفي احنا توصيه من توصيات اللجنه الوطنيه لوقايه المخدرات احد التوصيات انشاء بيوت الرعايه اللاحقه نعم أه حققت الان بمركز علاج الادمان نامل و يعني نتمنى حقيقه من الدوله ان يعني تدعم هذا الاتجاه نعم. في انشاء مراكز في كل محافظه يكون موجود في كل مكان نعم دكتور احمد الان رغم هذه الحملات التوعويه الا نشوف في ناس تقع في هذه الافه المشكله وين بالضبط المشكله في الزخم يعني انت الان تاخذ مشروع مثل الغراس نعم. في فتره من الفترات حقق يعني صدى جيد فالناس اعتقدت انه هو عند التمويل الكافي اللي يستمر في مقابل كل هذه الموجات من الاغراق، من التهريب، من الظروف الاجتماعيه، يعني الموضوع المخدرات وايد مهم في هذا التوقيت بالذات لان احنا داخلين على موسم العطل وعلى مستوى السفر وخلينا تراخي الرقابه لم تكن غيابها، سفر الشباب بعيدا، احتكاك ظروف معينه، عنوان الرغبه، المتعه، التجربه، المخاطره، كلها هذه العناوين اذا ضعف سور الوقايه تزيد هذه. اليوم انت لما تتكلم عن ناس تسافر مثلا في بعض الاماكن اللي يعتبر مثلا شم الحشيشة او الحشيشة الحشيش شيء الحشيش شي عادي. شيء عادي إيه. فهذه هذه هذه الالفه اللي موجوده خاصه اذا كان هو اصلا مدخن، احنا نعتقد مثلا ان باب الشر هو التدخين، م. لان بعد التدخين تدخل في البيره، بعدين المشروب، بعدين الحشيش، بعدين تدخل على كل الانواع. وطبعا هذه لما تكون خاصه اللي يعني خلينا نقول منظومته القيميه شوي ضعيفه صح. يقع تحت ما يسمى ضغط أقران لما تكون مع قرين مدخن وهو اقوى منك شخصيته ممكن يدفعك في هذا نعم. اذا عزمك على خلينا نقول قاعدة شبابيه بكل ما تحملها هذه هذا هذه المفرده في غياب الرادع من نفسك ممكن تقع تحت مره جرب ما ما يصير شيء صحيح. وكذا فهذه من ضمن المخاطر فاقول مثل لما انت تتكلم اليوم مع فارق المقارنه يعني عن المنهجيه في الاعلام للتدخين اللي يوصل ثلاث مليارات دولار بالسنة وتي حق أنت إدارة التوعية والعيان وزارة الصحة ما توصل خمسة آلاف نعم. ما تقدر تقارن بين الاثنين في في نفس المنطقة احنا اليوم ندفع ونتجه لنشر الوعي وتحقيق المبادرة المجتمعية والتكلم عن مسؤولية مشتركة لكن في المقابل هناك كثير من الاغراءات كثير من صحيح. الناس اللي تعمل في الضرر وفي الشر مقابل قلة اللي يعملون في الخير واحتياج الى الايمان بدورهم والدعم لهم واستمرارية هذا الدعم وعدم الاعتقاد للحظة انه يا جماعة انتم مثلا سويتوا حملة حملتين ليش ما خفضتوا؟ ليش ما عالجتوا؟ ليش ما حليتوا كل المشاكل وانت تتكلم عن حملة يعني تستمر عادة ستة أسابيع ثلاث مرات نعم. بالسنة في أفضل الأحوال فالمسؤولية مشتركة وهناك يعني عدم انصاف في المقارنة بين الجهود الموجودة احنّا ترى بالمناسبة ما تنقصنا لا خبرة ولا وضوح هدف ولا كذا، أحياناً تنقصنا المادة، نحتاج الالتزام صحيح. السياسي، نحتاج أن الناس تدرك أن هذه القضية مو تطفو على السطح وتختفي، لا نعم. هي مستمرة وتحتاج هذه الاستمرارية في الدعم وتكاتف الجهود وتضافرها. احنّا لا نشعر بالغيرة من أنّه هناك من يعمل غيرنا، الساحة تتسع للجميع، صحيح. لكن المنهجية اللي موجودة تحتاج حقيقة أنّه تدعم لأن ما تم تحقيقه من خلال اللجنة الوطنية، من خلال الغراس باسم الكويت شيء يرفع الراس والناس تتكلم عنه مو احنا يعني ناس محايدين يتكلمون عنه وهذا اذا كان لي ان ادخل في الموضوع الثاني اللي هو الاتفاقيات الدوليه التي رصدت وتعاونت مع غراس مثلا دون ان نطلبها يعني عندك منظمه مثل منظمه منتور ترأسها ملكه السويد على مستوى العالم هم اللي توجهوا لنا هم اللي طلبوا ان نكون ذراعهم التنفيذي او المتعاون معهم في المنطقه لما نتكلم عن منظمه الامم المتحده لمكافحه الجريمه والمخدرات لما نتكلم عن شرطه دبي لما نتكلم عن المكتب التنفيذي لوزراء الصحه الخليجيين لما تتكلم عن المكتب الاقليمي لمنظمة الصحه العالميه هي اللي رصدت هذا الموضوع وهم حتى في منتدياتنا وملتقياتنا يقولون انتم تريحونا بشغله في كثير من الحملات اللي هي المجتمعيه اللي تتم يتكلمون عن الاغلب الوجه القبيح للمخدرات اللي هو عنف اختصاب نعم. دم جريمه كذا يقول حتى هذه في كثير من الاماكن تدخلها يقول لك بعد الساعه 11 بالليل في الدول اللي وايد متحضره لا. يقول انتم لا انتوا في التوجه الايجابي اللي قاعد تقدمونه ممكن بمفهوم المفاهيم اللي انت قاعد تنشرها انا ادخل في الاسره وعلى اريحيه اناقش فيها الام والبنت والولد الشاب الشايب الصغير والكبير المدرس كلهم نقول لهم تعالوا يا جماعه ترى أه الاسره حمايه يا اب لا تنسى اسرتك نعم. يا ام خليك معاهم يا يا ولد دير بالك من من ترافج أه حاول يا اسره او حاولي يا اسره انه كل شخص عندك عنده فراغ نحن نعم. داخلين على الصيف يربي هوايه او ينمي هوايه عنده أه لابد من الحركه مو بس الانتلكشوال اللي هي نعم الجيم متابعتهم هذا هذا ضروري جدا وخاصه نعم. احنا اليوم في في ظل اهتمامنا بالانسان ربما نرسل كثيرين إيه من ابنائنا 17 سنه و16 سنه للخارج للتعلم ما يعود بالضروره بشهاده قد يعود بعاده سيئه اذا غابت الرقابه وغل الواسع الديني فاللي, فاللي ابي اقوله ان المسؤوليه مشتركه والوضع يحتاج اذا ما كان من حيث الكميه من ناحيه النوعيه اهتمام وتضافر جهود حتى نصنع فرقا لان احنا في بلد محدود نعم. صغير نريد ان يكون كل انسان فينا يقابل عشرة مثل غيره لان نركز على النوعيه ما نبي الكميه اللي هي غثاء نعم. نريدهم مستوى في التعليم مستوى في الاخلاق مستوى في منظومه القيم الالتزام نعم. اللي يشعر بنفسه يفخور في اسرته فخور ببلده وعنده شعور بالمسؤوليه انه يريد ان يرد العطاء لفرصته اللي ما توفر هذا نعم. انا استغرب انه ما يكون هناك يعني يكون استمرار هذه الحمله طول السنه لان هي مو يعني مشكله وقتيه لانه اعاني منها طول السنه لابد يكون في دعم انا استغرب انك تقول ما في ماده وهذا شيء كبير جدا هذه 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 المشكله الاساسيه انا طبعا اثني على ما تفضل فيه الدكتور نعم. الموضوع احنا ما تنقصنا الامكانيات لا الفنيه ولا الفكريه في هذا الموضوع واعتقد احنا عندنا رياده خاصه في هذا هذا الموضوع نعم رياده ثبتت لنا من خلال عمل 12 سنه الان في موضوع غراس والمشروعات التي تقدمها اللجنه الوطنيه للوقايه نعم. المخدرات. الحقيقه اللي محتاجينه هو الدعم. الدعم المعنوي من ناحية السياسيه، من ناحيه الجهات المسؤوله، ايضا الدعم المادي للمشاريع الكبيره، وحقيقة هناك مشاريع نعم. لعلك وجهت لي سؤال موضوع انه قدر المشكله شح صحيح شح عندنا مشكله انا حتى اقيسها لابد اني اضع مشروع حقيقه مشروع كبير جدا حتى اجاوبك على السؤال نوع المشروع شنو؟ ما عندي هالامكانيات الان احنا وانا يعني هذه ابشر فيه من خلال البرنامج نعم. ومن خلال خطه التنميه خطه الحكوميه للتنميه احنا وضحنا هذا على السكة الآن مقترحين أن يكون هناك مشروع على مستوى دولة الكويت بإذن الله ويكون فيه جانب إحصائي كبير جدا ندخل فيه مثل ما قاموا رجال الإحصاء في الأيام القليلة الماضية نحصي كل الأمور التي لها أثر في مشكلة المخدرات نعم دكتور وإن شاء الله نظهر بنتائج بإذن الله تؤكد أو تنفي مشاكل كثيرة أو أشياء كثيرة إحنا قاعدين نقولها شفويا دون سند نعم دكتور أحمد سمدان دكتور أحمد شاطي نورتونا في هذه الحلقة بدينا هل يعني اللقاء بابتسامة وإن شاء الله أيضا نهينا بابتسامة وأيضا مشاهدينا الكرام إن شاء الله أهل ما تفارق يوهكم وتشاركون في هذا اليوم العالمي 26 في الأكواريوم جو حلو تذاكر مخفضة وأيضا يكون لكم دور يعني لا تقول أنا مالي شغل أو ما عندي هذه المشكلة يكون عندك الوعي والثقافة في هذا الموضوع لا سمح الله أحد يصير لك أحد صديق أحد قريب تعرف تعالج هذا الموضوع